أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وضاعفت الداخلية أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تم عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وكبار الموردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع بالتخفيضات المعلن عنها خلال المبادرة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. دائما بنشارك وزارة الداخلية في عمل مبادرة مميزة جدا في كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار مخفضة بتوصل ل 20 و30 و40% في بعض السلع، ودايما بتبقى كل السلع متوفرة بشكل كبير ودايما بجودة عالية وأسعار مميزة خلال الفترة دي. احنا عشان رفع العبء عن المواطن عملنا مكان في كل فرع من فروع سلسلة ماركة الفرجاني ومبادرة كلنا واحد. المكان ده فيه كل السلع الاستراتيجية اللي بيعوزها المواطن في دخلة رمضان. مبادرة كلنا واحد عليها يعني حمل كبير ان توفر سلع بكميات كبيرة، موجود معاك في كل مكان، للقوافل في الشوارع في الميادين، هيبقى موجود معاك في القرى هتلاقي السيارات القوافل. اتفق الجميع على توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع بخاصة رمضانية منها تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وانطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي. ده واجب علينا كشركة مصرية وطنية، واجب كل الشركات ان هي تشترك في المبادرات اللي زي دي، واحنا دايما بنحاول نوفر يعني اعلى جودة موجودة في السوق المحلي بالنسبة لمنتجاتنا، خصوصا الجبن والألبان والعصائر. ان شاء الله هنشارك بمنتجات الرز ومنتجات المكرونة ومنتجات البقوليات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. حصل تنسيق لينا مع وزارة الداخلية في ان احنا نطرح السلع بتاعتنا وتحديدا منتج الفول، عشان حضرتك عارف ان احنا داخلين على موسم رمضان وهو من اكتر الاصناف اللي بتستخدم في رمضان. عقب الاجتماع بدأت المصانع المشاركة في هذه المرحلة الجديدة من المبادرة في إعداد كميات كبيرة من السلع بخاصة الأساسية منها والتي تتسم بجودة عالية، وتؤكد على نجاح التصنيع المحلي في تحقيق الوفرة في المعروض الذي يلبي احتياجات المواطنين في أي وقت وبأي كمية خلال شهر رمضان والذي يشهد زيادة الاستهلاك من كافة أنواع السلع. بتقوم الشركة بالاشتراك في مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من 5 سنوات، وما زلنا متواجدين داخل جميع منافذ مبادرة كلنا واحد، بنقدم مسلة وزيوت بأعلى جودة وبأسعار مخفضة. بنسعد باستمرارنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. نحب نطمن المصريين ونقول لهم إن البضاعة موجودة، الفول موجود، الرز موجود، كل حاجة موجودة، وكل حاجة هتقضي لشهر رمضان وبعد شهر رمضان. ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل في هذه المرحلة الجديدة منها إلى 2031 منفذا وست معارض رئيسية و44 معرضا فرعيا و67 شادرا بإجمالي 2148 منفذا ومعرضا رئيسيا وفرعيا وشادرا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية وجميع المنافذ والسلاسل التجارية والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. بتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
على المبادرة الكريمة دي. دايما حريصين على المشاركة في المبادرة، ودي مش أول مرة احنا نشارك، احنا دايما بنفخر بمشاركتنا ودايما مؤمنين بدورنا المجتمعي. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة كلنا واحد عن طريق توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. تشهد مبادرة كلنا واحد تطورا ملحوظا، فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وهي تحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من هنا تتجدد المبادرة باستمرار لتتواكب مع المستجدات المختلفة من أجل توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.